مساء الخير يا جماعة. هنعمل تجربة النهاردة تعليقا على الفيديو اللي قبل كده بخصوص الشيبسي، وهنولع في الشيبسي النهاردة. فاحنا جبنا النهاردة شيبسي مصري من أرخص الأنواع، فهناخد الشيبسي دلوقتي عشان نجربه ونشوف نولع فيه. تمام، ده اللي هو بكام ده؟ ده الكيس ابو 5 جنيه. الكيس ده ب5 جنيه ما شاء الله، زي ما احنا شايفين. ما شاء الله، الشيبس المصري 5 جنيه موجودة فوق اهو. الشيبس المصري اها بيولع جامد ازاي، والله احسن من الولاعة. تمام. طبعا وجبنا حاجة تانية اللي هو شيبس امريكاني. العلبة دي ب69 جنيه. ثواني كده اعمل زوم ان عليها. ايوه، العلبة دي ب69 جنيه. فطبعا تمام. العلبة دي يعني اكيد الموضوع هيبقى مختلف. الشيبس المصري طبعا ده بيولع عادي احسن من الولاعة. هنجيب واحدة من الشيبس الغالي ده ابو 69 جنيه. هعمل زوم ان طبعا عليها. شايف دي المفروض ان هي اوريجينال، يعني دي يعني حاجة اصلي اصلي. يا مسهل، هنمسك الولاعة ونولع. طبعا اكيد يعني مش هتولع نفس التوديع ده، زي ما احنا شايفين. دي بتولع اكتر. بتولع اكتر. يبقى التجربة بتقول ان كل ما يكون الشيبسي احسن واغلى هتولع اكتر. يبقى دور على الشيبسي اللي بيولع اكتر من الشيبسي اللي ما بيولعش خالص. تمام.